في ليلة بالتأكيد بطل الدوري. يتقدم فيكتور، يتقدم الله عريس الموسم في ليلة عرسه الكروي، أفضل مهاجم في الدوري الإيطالي، بطل الدوري، الرجل الكبير فيكتور أوسيمين يسجل هدفا في ليلة التتويج التاريخية في ملعب دييغو أرماندو مارادونا أمام المنتج السينمائي. هذا بطل الفيلم، هذا بطل الفيلم. راسبادوري بيرسل الكرة، محاولة الآن في مكان باتجاه سيميوني، رقم 18 سيميوني، الله، لقطة ختام لسيميوني في حفل الختام الكبير، يتوج به موسم نابولي بأجمل الصورة وبالرقم 10. نعم، الرقم 10 الذي يظل في قلوب جماهير نابولي وجماهير ملعب دييغو أرماندو مارادونا الأرجنتيني.